يا اهلا بكم مره تانية. رجعنا عشان نكمل معاكم بقى اخبارنا وموضوعاتنا، وخلونا نبتدي مع زميلتنا العزيزه سالة حامد. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان تقول لنا ايه المستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه والمتعلقه بفرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم انا متواجده حاليا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني البدايه مع يعني الفريق الاول لكره القدم تحت قياده ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن يعني بعد مباراه الاسماعيلي والتعادل مع نادي الاسماعيلي في بطوله الدوري والمواجهه اللي مؤجلة من الجولة ال18، يعني بعد التعادل مع نادي الإسماعيلي يمكن قرر مستر ريكاردو سواريش أنه يريح لاعبي النادي الأهلي لمدة 24 ساعة. والنهاردة إن شاء الله يعني الفريق هيستأنف تاني تدريباته على ملعب مختار التيتش داخل مقر النادي الأهلي. النهاردة إن شاء الله يعني التدريب هيكون الساعة 4 العصر والتجمع هيكون الساعة 3، وبعد كده يعني الفريق هيدخل في معسكر مغلق عشان يستعد بشكل قوي لمباراة غد واللي هتكون أمام إمبي إن شاء الله، ودي هتكون في الجولة ال32 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتقام إن شاء الله على ملعب استاد الأهلي والسلام في تمام الساعة 8 مساء. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم بالفريق الاول لكره اليد، والحاليا متواجدين في اسبانيا في معسكر مغلق، ودي هتكون يعني فتره الاعداد او فتره الاستعدادات للموسم الجديد. وحاليا الفريق متواجد في اسبانيا، ويمكن خليني اقول لكم انه امبارح يعني نادي نافا الاسباني قرر وكرم يعني بعثه النادي الاهلي اللي متواجده في اسبانيا، ده قبل ما يسافروا للبوسنه النهارده، والمفروض النهارده هيسافروا وهيقعدوا لحد يوم 27، وبعد كده هيرجعوا ويكملوا تدريب هنا بشكل طبيعي في القاهرة داخل مقر النادي. يمكن يعني نادي نافا الاسباني، خليني اقول لك يا كريم انا هواند، انه قرر يعني يكرم لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بسبب الفتره اللي قضوها يعني في اسبانيا اللي كانت مدتها اسبوع الايام الماضيه، بسبب ان هم كانوا حابين طبعا ان هم يتواجدوا في اسبانيا يعني يخوضوا بعض التجارب الوديه والمباريات الوديه مع بعض الانديه في اسبانيا، وكانت منهم نادي اتلتيكو، ويمكن قدر النادي الاهلي ان هو يفوز عليه في المباراه الوديه بنتيجه 43-36. ويمكن ده يعني كان التكريم بسبب تواجد يعني بعثة نادي الأهلي والفترة اللي قضوها في أسبانيا. النهاردة إن شاء الله هيسافروا للبوسنة وهيقعدوا لحد يوم 27، وبعد كده هيرجعوا يعني يستأنفوا أو يوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي عشان يستعدوا للموسم الجديد اللي إن شاء الله هيبتدي في آخر شهر 9 القادم. كمان النهارده الفريق الاول لكره السله تحت قياده مستر اجاستي ايفوشا النهارده عندهم تمرين الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ولكن مش كل اللاعبين هيكونوا متواجدين في التدريبات الجماعيه بسبب ان في معظم اللاعبين يعني انضموا لقائمه منتخبنا الوطني واللي هتشارك ان شاء الله في تصفيات كاس العالم لكره السله 2023. يمكن من المنضمين يعني لمنتخبنا الوطني من لاعبي النادي الاهلي هم ايهاب امين، سيف سمير، عمرو الجندي، عمر عزب، وعمرو زهران، وعمر طارق، وده يعني هيكونوا متواجدين خلال الفترة القادمة مع منتخبنا الوطني، وباقي اللاعبين يعني هيكونوا متواجدين في تدريب اليوم طبعا يعني، وكمان يعني الوفد الجديد او محترفنا والتر هودج هيكون ان شاء الله متواجد في التدريبات الجماعية مع بداية الشهر المقبل. يمكن خليني اقول لكم ان منتخبنا الوطني ان شاء الله يعني حاليا متواجدين في تونس وهيواجهوا الفتره القادمه في تصفيات كاس العالم منتخبنا او منتخب الكاميرون ومنتخب تونس ومنتخب جنوب السودان. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه حمزه حمدي الصافي يعني حصل امبارح على جائزه افضل مركز 4 في بطوله افريقيا، ده طبعا بعد ما منتخبنا برضو للكره الطايره منتخب الشباب شارك في بطوله افريقيا، ويمكن امبارح يعني فازوا بالبطوله. طبعا ببارك لكل يعني الشعب المصري وكل الجمهور يعني في مصر بعد يعني ما فاز منتخبنا الوطني ببطولة افريقيا للكرة الطايرة للشباب. يمكن امبارح كمان حمزة يعني طبعا ابن الوز عوامي كابتن يعني ابن كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكرة الطايرة سيدات يعني توج امبارح يعني بسبب اداؤه المتميز طوال البطولة واللي طبعا كانت مقامة في تونس. يمكن دي يا كريم ويا نهوان كانت كل اخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضية. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا نهوان في اي سؤال، والان العودة مرة اخرى للاستوديو. مشكور جزيل الشكر يا سارة على هذه التغطية، شكرا ليكي.